هيات عداد، هيات خلصونا، معك بش معانا لا نتائج قليله، وين باقيه؟ لا 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 لا، مش شغل. انتوا عارفين احنا الليله لازم نروح لعند الناس، واحنا جاهزين بملف فيه كل المعلومات. لا لا، مش شغل هذا، خلصونا. حالات اش من حالات؟ ماله؟ ام من الحاره وابو مش من الحاره؟ هذا سجلوه ويتنج انتظار. يعني لا فرق مكان عن دخل، ما فرقش ما نفعل، منس لذا حين الناس خيرات. خلصونا يلا بسرعه، مع السلامه. انت جالس هنا وانت داري ما بيحصل في الحاره؟ الا داري، قال لك ام من الحاره وابوه مش من الحاره. ام من؟ قلنا ايش ما لو تعرف ما شفت وانا جايه. ما شفتي؟ تعرف هذاك الولد ايش اسمه؟ هذاك اللي بيمزح. ها ها ها، وهمي وهمي. ماله؟ ماله؟ شفتوا ادى ثنتين نسوان ودخلن معاه الدكان. ما انت بتهيأ لك حاجات يعني. ايش دخلهن الحاره ودخلهن الدكان؟ معانا ناس بيضبطوا الدخول والخروج، ما حد يدخل الا بسبب. انت الذي شفتهن ولا انا؟ انا الحين مصدقك. ايوه شفتهن بعيوني يا ثنتين. بعيونك شفتيهن؟ ايوه. نسوان؟ ايوه. مع هذا العازب وهبي؟ ولا دكان حمود؟ لا. ايش الفوضى هذه؟ طيب افتح لي من ال... اقول لك انا اروح اشوف بنفسي. هكذا اللي بيأجر العزبان. ايوه يا عقل الله صدق، ما حد دخل من عندي الا بصور رسميه، وهذه الاسماء اللي دخلوا كلهم. انا مش ايش اللي بصور رسميه، ايش اللي بصوره غير رسميه. اينهم؟ ما بتفعل، هذا صورتك بتقصد الله وتبيعها صحاريح وفيها زهنمه. انت دخلت نسوان اليوم ولا لا؟ اي النسوان؟ النسوان؟ النسوان اللي مع صاحب ال ها حولك نسوان جلى عندي وقال لي اني ساكنت في الحاره، فدخلت نفعل. رجال الدكان ما؟ وانا ما دراني. انا يا زفت. سيني افتش النسوان، انت واحد كان بيتفتش. اين النسوان؟ اين المفروض اعرف؟ اين النسوان بنقول لك؟ والله ما نسوان ولا شيء. قالوا دخل معك نسوان تكلم. والله ما عاقل. يا سيدي ايوه ايوه دخلت. يا سيدي هؤلاء هنا هؤلاء نسوان يا عاقل. ما هؤلاء هذا ابن عمتي وهذا صاحبي. ابن عمتك وابن جدتك؟ هذا ناوي تهرب لي ناس الحرم ها؟ بنهرب شيء عاقل ولا شيء. لا خرجت من الحبس. ايش من عابس؟ هذا صورتنا ضحكنا للدخل بحماره، عادك ما كفكش ان احنا بنشغلك ونسكنك، عادك تدي للجن حقك، انتم ما جيتوا تفعلوا هذا، ما سمح لكم تدخلوا هنا. انا والله العظيم يعلم الله ان انا ما وقفت امامكم يا اخواني الا انا بحاجه، هذا شغل. ما احنا شو مسجد الحين اتحركوا ما تقولوا مشوا. احنا جينا ندور لنا لا شيء عمل يا عاقل، بس لنا شيء عمل ولا اكل. يا سلام. حبذا الاكل في الوقت الحالي. حد بيحبذ الاكل. قلبت لي هذا ملجأ حق ابوك تدعي من اشتي له انا، واذا شغلتني عندك الحين منظمه انسانيه ان اكل ونشرب ونوظف وهذا، انتم مش انتم حق احترام شو واحد يقلب لكم. يلا انتم يا عمار بدكم جلسه هنا، يلا تحرك انتم يا الله ادعي لكم الله. والله انا عم لا صديق ولا قريب ولا مدري وين يصير، كلها دخلوا وين يصيروا، وانت كذا تابونا وامنا اعتبرهم سكان الحاره ولا من عيالك، يمكن ينفعوك لا شيء بالك عمل ولا شيء، كله اجر عند الله يا عاقل. والله حلو. الله يخليك يا عاقل، الله يبدك جهالك. عاقل ما يقصر والله في عطيني. صورتهم مساكين. والله من حلو قلب ساك. يلا. انا ايش اعتبرهم من سكان الحاره؟ الله الله اجلك ما عندهم دخلوا تهريب. الله وحنفعل معاهم معروف ثاني. الله عن دخل اساميهم في كشوفة المساعدة حق الله. الله يبارك في عيالك. بس بس معهم بشروط. شروط يجدع من هنا تستلموه باليد الشمال تردوه باليد اليمين. على طول ما تخافوش. هيوقع لكم ما كتب الله. المهم انا وقعت معكم رجال وقعوا معي رجال. الله على طول. ولا تحركوا الا باوامر. ولا تحركنا ولا تحرك. بس انا استاذنك عقل اسرب سر الاداء حقين في الشارع فلتت من عن حبسوني، ما قلت هذاك شو حبسوني واصبر قندره، لكن شر حقك من قندره وين؟ جاي ركب لي انت عارف المكتب يعني شو المكتب؟ يلا ها وقعدوا تشوف له ولا حاجه ياكلوها صورتهم. الله يرضى عليك يا عقل، الله يرضى عليك يا عقل. البارط البسهم يا عقل خلاص خلاص الدائره البطايق. ادي معاهم ارقام البطايق حقهم. البطاقه؟ البطاقه.
جماعتنا يا جماعه. اهدوا يا عالم، اهدوا يا ناس، اهدوا 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 اهدوا. هل الناس يحترمون بهدوء ولا يبشرونا شويه فوضى وعيال؟ يا عاقل قد احنا من الضمن، وهذا توكل من اخوتي ومن الجيران، وهذا شوي جاهز. البطايق طيب البطايق. عاقل انا اخوتي عدم صغار، ما فعل ما اسوي؟ البصمات واضحه. وانا يا عاقل كنا ساكنين بالحاره، خرجنا الا ظروف، خرج علينا ظروف. هذا بتغني ولا ما بتغني؟ يا عاقل نسينا الشواء. سهل انا شدي لك الشال حقي. بهدوء بهدوء. تعبنا سيروا جايين. استغفر الله العظيم. يا اخي احنا اثنين، احنا سيدي الجامعه، احنا معانا غرش واحد. هلا هذا الجسم، احنا معنا صبي. بهدوا يا جماعه، بهدوا يا ناس، خلونا نبقى ناس محضرين، ناس يعني واعيين، ناس عندنا ناس تكلموا عننا، عندنا عقال، عندنا مرجعيات، عشان كذا بشرونا شويه جهال وبعدين يعني حوضة. ما غلطنا عليه، قلنا خلاص خلونا الحين معنا اجتماعهم، طلبونا نشوف ما يشتوا، وكل واحد يوصل حق اللي يده. اسكهدوا يا عاقل. طيب انا بغرش بس اسكت. اسمع يا عاقل، انا معناش معاك، ما بالله اشتي الدعم حكي حكي وحكي رسواني لشوال حكي، فاهم ولا لا؟ الدعم كل واحد يستلم له يده. لا يا حبيبي، هذا النسواني انا، ولازم الدعم حكي يجي لشوالتي انا. ما لا عند الذمه معي يا حمود، قلت ايش كان لي؟ ايش كان لي منك؟ يعني انت الذي بتشكي عليهم 20 سنه او لا انت؟ هنا انت عادك، مش انت من الحاره يا حمود؟ ما يجي لك. كذاب يقول ما انا شو الحاره. السلام عليكم. طيب جينا نناقش قضية الدعم الذي صنعتي له. اوكي احنا جاهزين، علشان تعرفوا ان احنا ناس منظمين، ناس حضاريين، احنا حلينا كل هذه المشاكل. هذا الملف فيه كل المعلومات المطلوبة. هذا الملف فيه أسماء الرجال والنساء والأطفال، فيه كل المعلومات اللي تحتاجوها لتوزيع الدعم. تحبوا أنتوا توزعوا الدعم وتدوا لكل واحد نصيبه، أوكي نو بروبلم. تحبوا أنا، وهذا أفضل، أساعدكم وأتولى هذه المهمة نيابة عنكم، أوكي أنا جاهز نو بروبلم. تفضل. أنتم فهمتم غلط. الدعم يقدم لمنظمات إنسانية وليس للأفراد. منظمات منظمات إنسانية. إنسانية يا عاقل، سهل المنظمة، أنا بغير شوى بعد الشوى لا حد يجلس. إيش بالمنظمات بليز وانت هلب هلب اجلس اجلس، خلونا نفهم يا جن، خلونا نفهم لحظة بس، عشان نكون معكم، احنا يمكن ما فهمناش، يعني لازم يكون واحد مع منظمة علشان ياخذ دعم. لازم منظمات منظمات، لازم يكون في منظمات، ولازم نشوفها. حاول لازم تشوفوها. بس كان قصدي انه اذا في اي استثناء باعتبار حارتنا منظمة غير حدار. بغير حدار حاضرنا، بس هاي حارتنا منظمة، وحارتنا يعني جهزت معلومات كاملة. احنا جهزنا كل المعلومات، الملفيات جهزنا كل المعلومات المطلوبة، وكلهم فوضوني انا العاقل الموجود، وانتم تعرفون انه انا المسؤول عن توزيع الدعم. بغير حضار. بغير حضار. قال لك بغير حضار. ناديتوا لي بلك يسع لكم عصير بالطاحة. كلهم. على من بتضحكوا؟ على من قدماتوا الحضارة؟ انها يعني دحين ما بش فايدة. ما بش. يعني ما هي هذا المنظمة؟ شوفوا. هناك بيقدموا دعم مش لكل واحد، لا راس الساعة العصبة حق العيد. أيوه. ما بالله يكون مع واحد منظمة بيشتغل فيها، بيدير فيها عمل إنساني، بيساعد فيها ناس، بيعمل شيء، المهم لازم يكون مع منظمة. ما الحال؟ مركز. أنتوا بعدين؟ نفذوا ما عاد أقول لكم. أيوه. لفوا شوالات. أنا ما بش معي شوالات.